السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية تراقب المعارك والاشتباكات الطاحنة بالقرب من الحدود العراقية بقلق كبير للغاية. الاشتباكات هي الاشتباكات التي طبعا تجري اليوم في الداخل السوري. هذه التقارير طبعا كانت قد صدرت من وكالة الأسوشيتد بريس، من الاي بي سي نيوز الأمريكية، من معهد نيو لاينز الأمريكي، حتى المتحدث سابقا باسم التحالف الدولي، وهو أيضا كبير الزملاء في معهد نيو لاينز الأمريكي العقيد مايلز كاغنز، كلهم تحدثوا عن خطورة استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية لسببين مهمين. السبب الأول الذي تتحدث عنه هذه التقارير هو أن هذه الاشتباكات التي تأتي هنا بالدرجة الأساس في محافظة دير الزور بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية ستؤدي وتفتح فرصة كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي لكي يعود مرة أخرى إلى هذه المنطقة. وهذا الأمر لن يكون خطرا فقط على سوريا، ولكنه أيضا سيكون خطرا على العراق، لأن هذه المنطقة قريبة للغاية من الحدود العراقية السورية كما تلاحظون بهذه الطريقة. وداعش يعرف هذه المنطقة تماما، هو ليس غريبا عليها. ويجب أن نتذكر بأن ظهور داعش في الأساس كان في سوريا وبعدها انتقل للعراق. والأمر الثاني والأساسي الذي تتحدث عنه هذه المصادر الأمريكية بالدرجة الأساس تتحدث عن الدعم الخفي القادم من إيران والنظام السوري وكذلك من روسيا للعشائر العربية في هذه الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. فيجب أن ننتبه بأن سوريا أساسا هي غنية للغاية بالغاز الطبيعي وبرواسب الفوسفات بالإضافة إلى النفط، ولكن النفط وأغلب النفط السوري هو كله متواجد هنا في المنطقة الصفراء التي ترونها في الشمال السوري إلى شرق نهر الفرات، حيث تتواجد قوات التحالف الدولي وكذلك قوات سوريا الديمقراطية، وهي ليست تحت سيطرة النظام السوري أو إيران أو حتى روسيا. وهنا يأتي أساس العمل وأساس النقاشات التي تجري في داخل الولايات المتحدة أو أوساط الولايات المتحدة عن الهدف الأساسي من دعمهم للعشائر العربية في هذه المعارك ضد قوات سوريا الديمقراطية. فالفكرة الأساسية طبعا أنه يجب أن تضعف قوات سوريا الديمقراطية شيئا فشيئا، وهي الحليف الأبرز طبعا للقوات الأمريكية والتحالف الدولي الموجود في هذه المنطقة. وبعد ذلك البيئة ستصبح غير آمنة للتواجد الأمريكي ب 900 جندي، أكثر من لاعب لا يريد وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. وبهذا وعلى هذا الأساس على المدى قد يكون حتى القصير وليس البعيد أن الولايات المتحدة ستضطر للخروج من المنطقة، وقوات سوريا الديمقراطية ستكون أيضا ضعيفة في هذه المنطقة وطبعا ستضعف بشكل كبير. وعلى هذا الأساس هذا كله سيفتح الباب لإيران ولروسيا لكي تسيطر على النفط الموجود في الشمال السوري، وبالتالي هم أبعدوا أعدائهم من هذه المنطقة وسيطروا على حقول النفط الرئيسية الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي هم يثبتون تواجدهم بشكل أكبر، نفوذ أكبر، قدرة أكبر، ترسيخ للنظام السوري في هذه المنطقة، وبالتالي تتغير المعادلة على المستوى الجيوسياسي. وحتى الوجود الأمريكي في العراق سيكون في مشكلة، لأن العمق الذي يتمتع به والقادم من سوريا سيختلف تماما، وبالتالي وضع الولايات المتحدة كله سيتغير، وهنا ندخل في شكل جيوسياسي مختلف تماما، وهذا ما ينظرون له بشكل واضح. بل إنهم بدأوا يلاحظون بأن الإيران وإيران تحديدا والفصائل المسلحة المقربة من إيران بدأت تتحرك فعلا خلف الخطوط أو في الخطوط الخلفية للعشائر العربية في هذه الاشتباكات طبعا التي تجري مع قوات سوريا الديمقراطية. فالمرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في 48 ساعة الماضية صورا حصرية انفرد بها للمنصات الصاروخية أو منصات لإطلاق الصواريخ خاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، تم وضعها في الميادين مؤخرا بهذا الشكل، وهي موجهة طبعا على مواقع تواجد قوات سوريا الديمقراطية وحقل العمر النفطي بشكل خاص الذي تتواجد فيه طبعا قوات التحالف الدولي. وهذه المنصات
كانت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وضعت طبعا في الميادين وتحديدا في مصنع صوامع القمح والحبوب الموجودة في الميادين بهذا الاتجاه الذي ترونه طبعا غرب نهر الفرات هنا في الميادين. هذه الميادين وهذا هو حقل العمر النفطي الذي تتواجد فيه طبعا القوات الأمريكية. وطبعا هذه الاشتباكات هي مستمرة بشكل كبير. من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هنالك اتفاقا وتوقفا لهذه المعارك، ولكنها مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. العشائر العربية كانت موجودة في البصيرة في الإشحيل وفي الحوائج وكذلك في ذيبان، وقوات سوريا الديمقراطية فعلا مع بدء هذه الاشتباكات وعملياتها العسكرية طبعا تمكنت من عملية التقدم إلى البصيرة، تقدمت إلى الإشحيل، تقدمت إلى الحوائج من دون أي مشاكل. وبعد ذلك وبعد معارك كبيرة تمكنت من السيطرة على بلدة ذيبان، وأعلنت عن هذا الأمر يوم أمس بأنها سيطرت عليها. وحتى أن شيخ عشيرة العقيدات إبراهيم الهفل كان قد غادر هذه المنطقة التي كان يحشد من خلالها العشائر للقتال طبعا ومقاتلة قوات سوريا الديمقراطية. قصد قالت بأنه ذهب إلى غرب نهر الفرات إلى مواقع تواجد النظام السوري وكذلك الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ولكن البعض قال بأنه ذهب إلى مواقع تتواجد فيها العشائر العربية، أنه اختفى ببساطة. قوات سوريا الديمقراطية مشطت هذه المنطقة كثيرا طبعا وبحثت عنه وبحثت عن مقاتلين تابعين للعشائر، ولكن بالنسبة للشيخ إبراهيم الهفل ظهرت له كلمة اليوم وحشد وقام بمطالبة العشائر العربية بالاستمرار بالقتال ضد قوات سوريا الديمقراطية. وفعلا تمكنت العشائر العربية قبل ساعات من الآن بحسب وكالة عين الفرات من السيطرة وإعادة السيطرة على بلدة ذيبان، وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية طبعا إلى هذه المنطقة ألا وهي التي ترونها هنا الحوائج، والمعارك مشتعلة للغاية. وطبعا هذا التقدم هو يأتي بعد تحشيدات للعشائر بدأت يوم أمس من منطقة مهمة للغاية تحدثت عنها هذه الشبكة، شبكة الشرقية 24، أكدت كما تلاحظون يوم أمس في 6 سبتمبر بأن مقاتلين من العشائر بدأوا يتجهزون طبعا ويحشدون من منطقة الإشعيطات، وكانت هنالك لقطات للعشائر العربية بهذا الشكل وهي تحشد في هذه المنطقة كما نشرته هذه الوكالة التي رأيتمونها الآن. وطبعا من اللقطات نستطيع تحديد موقع هذه العشائر ومن أين جاء هذا الهجوم. سنلاحظ بأننا أمام مبنى كبير مع هذا العمود الواضح الذي سيكون طبعا واضحا للغاية، من المفترض أن يكون واضحا في القمر الصناعي، بالإضافة إلى ذلك بأن هنا كما نلاحظ بأن هنالك فرعا بهذا الاتجاه من المبنى الذي رأيناه الآن، مبنى صغير مبنى آخر كبير بهذا الشكل المميز مع شجرة منفردة لوحدها ظهرت في الصورة الثالثة بهذه الطريقة. وبعدها طبعا يأتي الطريق الذي رأيناه الذي ستلاحظونه من نفس اللقطة، هذا والطريق والتوجه لهذه العشائر لكي تتجه إلى منطقة القتال، ومبنى آخر مقابل كل العلامات التي رأيناها كبير منفرد لوحده. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى الإشعيطات هذه المنطقة التي تأتي هنا قريبة من مناطق الاشتباكات وتحشدت منها طبعا هذه الإشعيطات، والنقطة التي رأيناها هي تتطابق تماما مع النقطة الأخيرة للإشعيطات هنا تحديدا، لنقترب بشكل أكبر من هذه النقطة التي تحشدت فيها طبعا العشائر العربية وحققت النتائج المرجوة اليوم. فهنا ستلاحظ بأنك أمام هذا العمود، هذا المبنى الكبير الذي رأيناه، الفرع، المبنى الصغير، وهذا هو المبنى المميز طبعا الذي ظهر بهذا الشكل، وهذه هي الشجرة المنفردة لحسن الحظ، هي واضحة بالقمر الصناعي. إذن التحرك كان يأتي بهذا الاتجاه، ومن يسأل عن المبنى الآخر الذي كان مقابلا لهذه النقاط والعلامات لنؤكد هذا الموقع الذي تحشدت فيه العشائر العربية، فهذا هو المبنى الذي كان ظاهرا. إذن هم كانوا يتحشدون هنا وتقدموا وتحققت النتيجة المرجوة ألا وهي السيطرة على بلدة ذيبان. وبالتالي إذا ما توقفنا هنا فإن التحرك ببساطة
كان مرة أخرى كان قادما من هذه المنطقة إلى هذه النقاط التي جاءت فيها الصراع وبالتالي وجاء فيه الصراع. بالتالي الأمر ليس سهلا على قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت انتهاء عملياتها العسكرية ولكنها خسرت بلدة ديبان والمعارك مستمرة والفصائل تحشد في هذه المنطقة ولا يبدو بأن هنالك خطا أو طريقا للنهاية حتى هذه اللحظة. وهذا قد يفسر لماذا الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف الدولي قد دعم قوات سوريا الديمقراطية في العملية التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية ضد العشائر العربية. طبعا لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أي شيء رسمي حول تدخلها ودعمها لقوات سوريا الديمقراطية، ولكن من تحدث عن هذا الأمر هو القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بنفسه مظلوم عبدي الذي ترونه، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ساعد في تقديم الدعم الجوي خلال الهجوم. الولايات المتحدة ترفض أي مشاركة لها في هذه المعركة، ولكن قد تكون بسبب الأسباب التي ذكرناها من الممكن جدا أن يكون كلام مظلوم عبدي هنا ليس قادما طبعا من فراغ. المشكلة أن هذه المعارك ليست مقتصرة على المنطقة التي ذكرناها هنا، بل إن الأمور بدأت تتصاعد من قبل العشائر العربية بشكل أكبر في منبج تجاه قوات سوريا الديمقراطية. وإذا ما اقتربنا من منبج فطبعا التفاصيل قادمة التي سنذكرها لكم من عدد من الأوساط السورية وكذلك العربية الجديد، إذا ما اقتربنا من منبج هنا كما تلاحظون في هذه الخارطة فعملية التقدم تأتي من محورين. المحور الأول هو يأتي باتجاه العريمة التي ترونها هنا، فالعشائر العربية تمكنت بحسب هذه المصادر إلى التقدم إلى البغاز وكذلك البهيج التي ترونها وكذلك تل تورين، تمكنوا أيضا من السيطرة عليها بحسب هذه التفاصيل، أو على الأقل هم يهاجمون هذه المنطقة، ولكن بشكل مؤكد تم التأكد من أنهم قد سيطروا على هاتين المنطقتين المهمة بالنسبة للعشائر العربية طبعا. وأيضا في نقطة أخرى هم تمكنوا من عملية التقدم إلى محسنلي هنا، سيطروا عليها وبدأوا يهاجمون عددا من النقاط الاستراتيجية بالنسبة للعشائر العربية. وعندما تلاحظ طبيعة التقدم الذي تحدثنا عنه هنا فيلاحظ وملاحظ جدا وواضح جدا بأن يبدو بأننا أن هنالك خطة للعشائر العربية للتقدم والسيطرة على العريمة، وهذا ما سيفتح الباب مباشرة لهم لمهاجمة منبج من أجل السيطرة عليها وجعلها تسقط بيدهم. وهذه إن تمت وإن تم سيناريو بهذا الشكل الذي يتم الهجوم من خلاله فستعتبر ضربة كبيرة لقوات سوريا الديمقراطية، لأن منبج تعتبر المقر الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المتمثل بالمجلس أو بمجلس منبج العسكري. خسارة كبيرة خسروها طبعا بهذا الشكل. وطبعا قوات سوريا الديمقراطية وضعت اتهاما خطيرا للعشائر العربية هنا وقالت بأن الفصائل المعارضة السورية أو الجيش الوطني السوري كما يطلقون على أنفسهم هم يدعمون العشائر العربية في هذه المعارك. ويجب أن ننتبه أيضا أن بعض العشائر العربية أيضا موجودين من ضمن هؤلاء المقاتلين، وبالتالي الأمر خطر للغاية على قوات سوريا الديمقراطية، وهو الأمر أيضا الذي ينظر إليه بأنه فعلا خطر على قوات سوريا الديمقراطية، والعشائر ليست لوحدها في هذه المعركة. وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة التقدم وهذه المعلومة بأن هذه الأطراف المعارضة المدعومة من تركيا موجودة في هذا الصراع، هو يفتح الباب للحديث عن تطور خطير وخطة تركية خطيرة تحدثت عنها تركيا مرارا وتكرارا ولم تحققها في هذه المنطقة. فالسيطرة طبعا على منبج إن تمت بالطريقة التي تحدثنا عنها فهذا يعني بأنهم سيسيطرون على هذا الطريق وهو طريق الأنفور، وهذا يفتح بابا كبيرا لتركيا أن تستغل وأن تهاجم عين العرب من هذه الاتجاهات كما أرادت سابقا من أجل إعادة السيطرة عليها طبعا والتقدم إلى طريق أنفور كما تلاحظون. وبالتالي ستغلق كل هذه المنطقة التي هي تحت سيطرة القوات أو الفصائل المدعومة من تركيا وتغلق هذه المنطقة وتحقق المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2019 عندما أظهر هذه الخارطة التي ترونها. لنقترب من هذه الخارطة وستجد بأنه يريد إغلاق كل هذه المنطقة حصولا إلى العراق لمسافة 30 كيلومترا، وذلك لكي يمنع بحجة أن قوات سوريا الديمقراطية التي هي طبعا تأتي وحدات حماية الشعب الكردية كالعمود الفقري لقوات
سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية هي النسخة السورية من حزب العمال الكردستاني لمن لا يعلم، وبالتالي لن تتمكن هذه القوات من تهديد الأمن القومي التركي بعد الآن أو استغلال هذه الحدود والأراضي، وبالتالي استغلال أيضا تركي محتمل لهذه العملية بشكل واضح من أجل تحقيق المنطقة الآمنة التركية التي كان عليها فيتو كبير من الجميع، من الولايات المتحدة الأمريكية، من روسيا، من إيران. الآن نزاع ممكن أن تستغله تركيا بكل تأكيد. الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التطورات التي تأتي في منبج بقلق وبدقة عالية في نفس الوقت، وطائرات RC-135U Combat Scent وهي واحدة من طائرات الاستخبار الأمريكية المهمة لتحليل ما يجري على الأرض والمعارك على الأرض ظهرت على الفلايت رادار 24 اليوم، وهي تحلق من بهذا الشكل كما تلاحظون من البحر المتوسط متجهة إلى سوريا، وستلاحظ إذا ما اقتربنا من هذه الطائرة ستلاحظ كيف إنها تحلق ذهابا وإيابا في هذه المنطقة كما تلاحظ ذهابا وإيابا، وهي تراقب هذه المنطقة وتراقب. هذا هو طريق الأنفور الذي تحدثنا عنه الذي يأتي باتجاه منبج والمنطقة العازلة التي أو المنطقة الآمنة التي تريد تركيا أن تحققها. بالتالي واضح أن الأمريكيون يجمعون المعلومات، يحللون ما يجري على الأرض، وإذا ما اعتمدنا على القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بحديثه بأن الولايات المتحدة دعمتهم على المستوى الجوي في هذه المعارك، من الممكن أن تكون هذه معلومات استخبارية وتحليلية مهمة جدا تحتاجها قوات سوريا الديمقراطية للتصدي لهذا الهجوم الكبير الذي يأتي من العشائر العربية بإسناد الفصائل طبعا المدعومة من تركيا ومن أجل حماية منبج من السقوط، لأنها ستكون خسارة كبيرة لهم. ونفس هذه الطائرة ظهرت في اليومين الماضيين أيضا ولكن فوق الأجواء العراقية قادمة أيضا من البحر المتوسط لتحلق بالقرب من الحدود العراقية والسورية كما تلاحظون، وهي تحلق تراقب. هذا يعني بأن الرقابة تأتي بهذا الاتجاه، تراقب الفصائل المسلحة الموالية لإيران، تراقب المعارك وتحاول على ما يبدو أن تساند قسد، لأن الأمور ستسير عكس ما تريده الولايات المتحدة. وهذا هو التاريخ المرتبط بهذه الطائرة التي تحدثنا عنها فوق الأجواء العراقية في 5 سبتمبر. بالتالي الظروف فعلا خطيرة للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية الآن الغرب منشغل حول ما يجري، أن الأمر كبير وليس بالسهل أبداً.